ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلام مساء يوم الثلاثاء شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والده. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك البالغ من العمر 70 سنة، والذي تعرض لطعنات قاتلة من قبل المشتبه فيه بمنزل العائلة بحي الرحمة بمدينة سلا، وذلك لأسباب وخلفيات تجري حاليا الأبحاث والتحريات من أجل تحديدها. هذا وقد تم حسب البلاغ الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. هذيك البلاصة بوحده بغيت يهضر معنا. ويلي ويلي ما مسكش خويا الاب ديالو تيعيش فيها السطح هذا. حنا كل صباح تنصبحوا على هذا الاب هذا بحال الاب ديالنا. كل صباح تنصبحوا عليه صباح الخير صباح الخير. الصباح انا فقت صبحت عليه انا صباح الخير مشيت للخدمه ديالي تميت راجع تفاجئت في هذه الجريمه هذه. تقالوا لي ماشي حتى الدار بصح على برا. قال لي راه الدار ديالكم واحد السيد قتل الكل باش جيت لهنا تفاجئت. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.